مبسوط؟ لا لا بلاش بلاش عشان ريحة. جميلة أوي. جميلة بسرعة. لمي حاجتك يلا خلاصي. يلا ادخلي يا عائشة. يلا حبيبتي ادخلي على اوضتك. وانا بقول المزيكا دي جايه منين؟ ده ايه المزاج العالي ده؟ هو الواحد بيريح دماغه من تعب الشغل. الله يكون في عونك يا حبيبي. ما شفتش البت ليلى؟ لا ما اعرفش يا حبيبتي، انا جيت من بره على هنا على طول. هي هادية كده ملهاش ولا حس ولا خبر، غلبانة قوي بصراحة. معرفش يمكن تكون نايمة ولا لسه ما جاتش من بره. بس غريبة يعني بصراحة اتأخرت قوي، أنا قلقت عليها شخصيا. معلش يا حبيبتي يعني يمكن تكون قعدت مع المحامي والقعدة طولت. يمكن والشاطر حسن كان بيحب الأميرة والأميرة كانت غنية قوي، بس من فلوس باباها مش فلوسها هي. بس الشاطر حسن كان طيب وشاطر. غريبة قوي دي، ما حسيتش بيه خالص. لا ما هو هشام جواني كده. جواني؟ ايه يا بنتي الفاظك دي، انت اتغيرتي قوي على فكرة. انا قصدي يعني كتوم في نفسه. وبعدين هو ما بيتكلمش كتير بس ساعات بيهزر، بس اليومين دول متغير. متغير ازاي يعني؟ طول الوقت عمال يعلق على تخمي ومش عاجبه ان انا ما بخرجش طول الوقت قاعده في البيت، وطبعا مش عاجبه موضوع النقاب ده. مش عاجبه؟ مش عاجبه ازاي يعني؟ هو نسي ان انت سبتي نجوميتك وسبتي شغلك وسبتي كل حاجه عشان خاطره؟ متضايق قوي حضرته من شويه تخم. يعني انا بقول كده برضه. والله باين ان كل الرجاله وسخه زي بعض. لا هو عشان مش وسخ، لا هو مش كده خالص. دلوقتي بقى مش كده. عموما انت كده كده قمر اصلا، تخنتي ما تخنتيش قمر زي ما انت. وبعدين هو حد يطول ان هو يقرب من ربنا؟ طب يا ريت ان انا اعرف اتحجب ولا اتنقب زيك، يا ريت. ما انا برضو بقول دي حاجه كويسه يعني. طبعا كويسه. وبعدين بقى لو في حد لازم يتغير يبقى هو اللي يروح يتغير مش انت. هو نسي ان انت السبب في كل العز والهنا اللي هو فيه ده؟ بقولك ايه، هو صحيح اخوك رامي مش غيران خالص من هشام واللي هو فيه ده، ولا متنح عادي زي ما هو؟ انا رايح اشتغل شويه. في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مفيش يا ماما، مش جاي لي نوم وعندي شويه شغل لازم اخلصه. اعمل لك شاي؟ لا شكرا.
حاجة؟ صباح الخير يا طنط. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انت اللي ايه مصحيكي بدري كده؟ ولابسة على سنكة 10 ورايحة فين؟ عادي، هروح لماما وبعد كده هطلع المستشفى. مش هتشربي الشاي؟ هشربه عندها. ماما انت بتعملي ايه عندك؟ انت ازاي تفتشي في حاجتي بالشكل ده؟ ايه يا ابني كل ادويه الاكتئاب دي؟ مالك؟ وبعدين ما بتحكيليش ليه؟ والله يا ماما دي حاجه خاصه بيا وانا ما اسمحلكيش تفتشي في حاجتي بالشكل ده. صباح الخير، عامله ايه النهارده؟ طب الحمد لله. ممكن تديني قبل عشان تليفونها مقفول؟ ما جاتش؟ لا تلاقيها في المستشفى. لا متشكرة، أنا في طريق المستشفى. مع السلامة يا حبيبتي. يا بنت الكلب. الو، ايوه يا كوثر يا حبيبتي. يا طنط اعتمادي اللي حضرتك بتطلبيه ده مستحيل ومش قانوني. مستحيل ومش قانوني ده كلام تقوليه للعملاء بتوعك، انما انا المرحومه امك كانت اكتر من اختي وانا اللي شداكي. حضرتك مصره تكسفيني، بس انا لو حد عندي عرف ان انا سربت بيانات عميل وحتى ما بلغوش عني النيابه هيرفضوني. وهو مين هيعرف؟ وهيعرف ازاي؟ وهو انا طالبه منك ايه يا بنتي؟ انا طالبه منك النمر الصدرة والنمر الورده كمان وشويه رسائل. واه كمان انت هتعملها لي جميله واقول لك جميله وانا هردها لك. طيب بصي انا هديكي الصادر بس، وموضوع الرسائل ده تنسيه تماما. هاتي بقى رقم العميل واسمه عشان الحق. انا محضراه دايما جاهزه. اتفضلي. ماشي. الصادر والوارد. لا الصادر بس. طب قومي شوفي شغلك. ماشي. تردينا بالطريقه كالعاده. باي. باي. الو، ايوه يا جميله بنت حلال، كويس انك طلبتيني، عايزاكي تعدي عليا بالليل. اه ما تتاخريش. مع السلامه. الكلام اللي انت بتقوليه ده كبير قوي يا ماما. انا الفار لعب في عبي. الفار يلعب في عبك زي ما هو عايز. انت ما اتعلمتيش من المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت انا كنت واقفه معاها ضد ابني، المره دي هو نايم على ودانه وانا اللي شك. ما تسيب الناس في حالها. ناس مين ده ابني؟ عامله من عيله محترمه وما بتعملش كده. وبعدين سيبك من السيره دي. ليلى بقى بتعمل حته مكرونه نجريسكو ما حصلتش، عموها فظيعه.